أستاذ صلاح عوضة قال مباشرة: وافر الوجود أي كثيره، بمعنى أنه ليس نادر الوجود. وكلمتنا هذه من وحي تساؤل رمى به في وجه من تتوافر له أسباب السعادة، أو هكذا أظن وأحسب، بل أكاد أجزم. ورغم ذلك سأل: إلى متى تظل السعادة نادرة الوجود بحياتي والعمر يمضي؟ وتنبهت حينها إلى أنني أشاطره التساؤل نفسه، تنبهت إلى أن الذي يبحث عن مسائلي هذا أبحث عنه أنا بدوري زمنا، والزمن يجري ولساني يجري بالسؤال هذا ولا ندري، وهو وإياي أن ما نسأل عنه ونبحث بجانبنا طوال الزمن، بل هو معنا ومن أمامنا ومن خلفنا وبين أيدينا، فنحن نفوت لحظات السعادة ونتجاوزها كل يوم لتضحى ذكرى ماضوية بعد ذكرى حلوة نتمنى أن لو تعود، أي أننا لا نعيشها في وقتها انشغالا من جانبنا بقادم أوقات قد تكون سعيدة، حتى إذا ما صارت وراء ظهورنا تحسرنا عليها. يمضي الكاتب وننتبه بعد فوات الأوان أنها كانت لحظات ذات سعادة جميلة، فنظل نردد بأسف أسيف عبارة الزمن الجميل يردده كل من أوغل في دروب العمر منا، رغم أن لكل لحظة زمنها الجميل، أو لا تخلو من سعادة إن كان هناك منغصات، فالعصافير ما زالت تشخشق والنسيم يسري والقمر يبزغ والنيل يجري جريان الأزمان وسنوات الإعمار أو الأعمار، ورحم القدر ما زال يلد ذوي جمال فيهم الكثير، والوافر من الذين مضوا فيهم صفات وسمات وأشباه وأمثال، والحب ما زال قطوفه دانية لمن يشاء ويرغب تجاه ما في الوجود، تجاه الجمال والزمان والمكان والأشياء. وشاعر إيليا أبو ماضي قال مسائلا سلمى المكتئبة في قصيدته المساء: أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ وكذلك لا يستطيع أي جان من الزمان أن يمنع عنا النجوم مهما طغى، ولا الهوى ولا السماء ولا الغناء ولا البهاء ولا النيل والنخيل والزروع والضروع والطيب ونسيب الهمبريب، فليست نادرة الوجود. إذن السعادة فقط علينا وعلى سائلي هذا أن نستشعرها في وقتها ونحن شاكرون. هكذا قلت مخاطبا نفسي قبل محدثي، فقد كان في حيز وجودنا الإلكتروني واحدة تسمي نفسها نادرة الوجود، كانت ذات وجود قليل على الوجود العنكبوتي هذا، ثم طلعت بغتة كما زيد في ألفية ابن مالك من وجودنا الافتراضي، وصارت اسما على مسمى نادرة الوجود. وقلت ربما وجدت السعادة بعيدا عن نكد كلماتنا المشبعة بنكد واقعنا السياسي أو انتشالها من وجودنا هذا ما رأت أنه يستحق ندرتها. وختم الكاتب: من رأت أن نصفها أو نصفها الذي تبحث عنه ويحمل ومن ثم معكوس اسمها وافر الوجود. كان هذا هو الختام.